ألا ترى بأن لو تعرض جماعة الحوثي لضربة إن كانت من بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الحلف بشكل عام المشكل ضدهم، هو الشيء الذي تبحث عنه جماعة الحوثي بالفعل؟ هم يبحثون عن مثل هذه الضربة لكي يؤكدوا شعاراتهم ضد إسرائيل، ضد الولايات المتحدة، وتعطي شرعية لهم بأنهم فعلا ضد هذه الأطراف وبأنهم طرف مهم في المعادلة. يعني ألا ترى أن جماعة الحوثي تبحث عن هذا الاشتباك فعلا؟ نعم بدون شك، وهي بدون شك أيضا تتلقى حوافز من إيران. الحوثيون لا يقومون بهذه الأعمال من تلقاء أنفسهم، هذا واحد. رقم اثنين، الحوثيون لم يتعرضوا حتى الآن لأضرار جسيمة، بدأت الأضرار الجسيمة تتراكم فوقهم بإغراق 3 من زوارقهم يوم الأحد الماضي. إذن الحوثيون سوف يتلقون رسالة واضحة أيضا أن الاستراتيجية الحوثية في نفعهم من وراء شن هجمات عسكرية في البحر الأحمر ضد الولايات المتحدة، ضد النرويج، ضد إسرائيل لن تأتي بنفع كبير، بل ستأتي عليهم بأضرار سياسية وعسكرية وحياتية واقتصادية وما إلى ذلك، وقد يبدأون في التراجع بعد ذلك إذا شاهدوا النتيجة الحقيقية لمثل هذه المغامرات العسكرية الطائشة.